السلام عليكم. محاضرتنا لهذا اليوم راح تكون عن نيورومسكولر جنكشن. بالأسابيع الماضية أخذنا تفاصيل عن النيورون والجلايل سيل والأكشن بوتنشيال وغيرها. الأسابيع القادمة إن شاء الله راح نتكلم عن الجزء الثاني مالت of excitable tissues واللي نقصد به المصل. راح نتكلم عن السكيليتال مصل والسموث مصل. لكن هذا اليوم راح نتكلم عن النيورومسكولر جنكشن واللي هي لها دور مهم جدا بالcontraction of skeletal muscle. طبعا مثل ما نعرف احنا our skeletal muscle هي مهمة جدا وهي الأساس بالcontraction، والcontraction هو رايح يؤدي إلى مختلف أنواع الحركة اللي نقوم بها. هذا عملية الcontraction والrelaxation هذا أكيد under the control of central nervous system. هاي عملية الكنترول راح تحتاج ربط ما بين السنترال نيرفوس سيستم and the muscles، وهذا الربط راح تتم عن طريق البريفرال نيرف مالتنا اللي راح توصل للمصل وترتبط بيها. الارتباط هذا ما بين هاي البريفرال نيرف مع المصل ممبرين راح نسميه السكيليتال، راح نسميه نيورو ماسكولار جنكشن. بالتالي لما النيرف فايرز، لما النيرف يصير بي اكشن بوتنشيال، من راح يوصل الى نهايه النيرف نهايه الاكسون راح يوصل راح ينتقل الى الاكشن بوتنشيال بطريقه معينه وراح نتكلم عنها هذا اليوم. طبعا هذا الارتباط مثل ما نشوف هنا هذا هو البيريفيرال نيرف، ودائما البيريفيرال نيرف اللي ينقل لي السيجنالز من البيريفيرال نيرف ينقل السيجنال من السي ان اس دائما يكون هو مالينيتد نيرف. احنا مثل ما اخذنا بالمحاضرات السابقه عندنا قسم النيرفز هي مالينيتد والقسم الاخر ان مالينيتد، وقلنا وجود المالينيشن راح يعني لسرعه اكبر للترانسميشن اوف اكشن بوتنشال along the nerve fiber. معظم او جميع النيرفز which transmit the action potential or the signals from the cns to the muscles اللي هي which is responsible for motor system هي most of them are myelinated nerve fibers and large nerves، لأنه هي تنقل important motor information. إن شاء الله هي راح نأخذها بالتفاصيل في العام القادم إن شاء الله بالمرحلة الثانية. وبعد ما نهاية الأكسون مثل ما نعرف راح نوصل إلى الكونتاكت ما بين الموتور نيرف مع المصل، وهذا المكان راح نسميه نيو muscular junction. العملية راح تبدينا لما توصل الأكشن بوتنشيال. مثل ما عرفنا بالمحاضرات السابقة الأكشن بوتنشيال هو عبارة عن movement of ion channels. من نوصل الأكشن بوتنشيال يوصل إلى الأيون channel، الأيون channel يوصل الصوديوم إلى الترمينال أكسون ترمينال. من يوصل للأكسون ترمينال راح وصوله إلى هذا المكان الصوديوم راح يحفز في هذا المكان عندي large number of calcium channels. الكالسيوم channels في هذا المكان راح تنفتح. من تنفتح الكالسيوم channel راح يدخل large amount of calcium to the inside of the cell. الكالسيوم من راح يدخل inside the cell راح يحفز important protein نسميه calcium calmodulin dependent protein kinase. هذا راح يحفز protein important protein important protein اللي موجود على الممبرين واللي راح يرتبط مع الأستايل كولين فيزيكل أو السكريتري فيزيكل containing the أستايل كولين. هذا السكريتري فيزيكل راح ترتبط بالأكتيف زون، بهاي الحالة راح ترتبط بالأكتيف زون of the nerve fiber نهايته أكتيف زون، بعدين fuse with the membrane. الممبرين مالت الفيزيكل فيوز وذ ذا ممبرين اوف ذا نيورون، وبالتالي اكسكريت اتس كونتنت اوف ذا استايل كولين مولكيولز انتو ذا سينابتيك كليفت. اذا العمليه راح تبدا بوصول الصوديوم، وصول الاكشن بوتنشال للنيرف تيرمينال. بوصوله الى النيرف تيرمينال راح تتحفز كالسيوم جيتد شانل او فولتج جيتد كالسيوم شانل، راح يؤدي الى دخول large amount of calcium into the inside of the axon terminal. دخول الكالسيوم inside the axon terminal راح يحفز لي important protein نسميه calcium calmodulin dependent protein kinase.
هذا اللي راح يسوي الفوسفوريليشن للسينابسين بروتين اللي هو عادة يلزم السينابتيك فيزيكال containing acetylcholine molecules. هذا راح يلزمه يخليه بمكانه، فمن يصير بفوسفوريليشن راح يهده، بالتالي هذه الفيزيكال راح تنزل الى الاسفل وتلتحم مع الممبرين اوف ذا نيورون، وبالتالي من تلتحم راح تنفتح بطريقه نسميها exocytosis وتفرغ الكونتنت مالتها of acetylcholine molecules into the synaptic cleft. In the synaptic cleft acetylcholine does not يعني stay for long time. It will diffuse rapidly into the muscle membrane. والmuscle membrane هنا في هذه الحالة احنا نعرف انه نسميه sarcolemma. هذا muscle membrane نسميه sarcolemma. Muscle membrane near the nerve terminal or in the neuromuscular junction راح يكون highly invaginated. بهذه الطريقة راح يكون invaginated و يحتوي على large number of acetylcholine receptors. بهاي الانفاجينيشنز اكو large number of acetylcholine receptors. فacetylcholine diffuse توصل للساركولمة، ترتبط بالreceptors مالتها موجودة على الساركولمة، وبعدين من ترتبط بالreceptor الريسبتر هي راح تفتح، راح تؤدي إلى فتح voltage gated sodium channel ودخول large amount of sodium to the inside of the cell. دخول الصوديوم inside the cell وصول معناه وصول the action potential from the nerve into the muscle. من يوصل the action potential into the muscle راح يبدي لي الموتو contraction of the skeletal muscle اللي راح ناخذه طريقته بالمحاضرة القادمة إن شاء الله. طبعا هذه نهاية النيرف في هذه المنطقة راح نسميها terminal button الأكسون terminal. كل واحد اللي يرتبط مع الساركولمة راح نسميه terminal button. ومثل ما نشوف في هذه، هذا هو terminal button ويحتوي على large amount of acetylcholine vesicles containing acetylcholine receptor، في حين المصل membrane راح يكون invaginated to the inside. هاي الانفاجينيشنز مثل ما نعرف راح تزيد لي السيرفيس اريا اوف ذس وفي اوف ذس ممبرين ساركولمة، وفي داخل هذه الانفاجينيشنز راح تكون عندي acetylcholine receptors، وبالتالي من ينفرز الاستايلكولين راح يدخل الى الـ مثل بهاي الحاله راح يدخل الى داخل الانفاجينيشنز راح يلقى الاستايلكولين ريسبتر، وبارتباط الاستايلكولين ريسبتر مالته راح يتحفز ال voltage gated sodium channel حتى تنفتح ويدخل sodium to the inside of the muscle ليوصل الى الساركوبلازم، والساركوبلازم هو نفسه ال cytoplasm of the muscle cell نسميه ساركوبلازم، وبدخول هذا الى الساركوبلازم action potential from site into site. هذه كل الرول مالت neuromuscular junction. لكن في بعض الأحيان مثل ما نشوف هنا هذه الأستايلكولين ريسبترز راح تكون موجودة ومفتوحة ومستعدة لاستقبال الأستايلكولين، لكن في بعض الأحيان الأستايلكولين ريسبترز راح تكون either destroyed or there is attachment to it by autoantibodies. بالتالي من راح ينفرز الأستايلكولين راح يوصل إلى الساركولمة راح يلقى there is no or little receptors for it. بالتالي the contraction of the skeletal muscle راح يكون inhibited or poor contraction of the skeletal muscle with fatigue تعب بسرعة راح يصير. هذه الحالة المرضية راح نسميها myasthenia gravis and إن شاء الله راح نأخذها بالتفاصيل، وهو من الأمراض المهمة جدا، والسبب مالتها there is autoantibodies antibodies اللي هي أجسام مضادة مفروزة بواسطة الجسم نفسه. هاي الأوتو أنتيبوديز راح تهاجم الأسيتايلكولين ريسبترز present on the post synaptic membrane on the sarcolemm. هذا وجود هذه راح تحطم هذه الريسبترز وراح تخلي كمية قليلة من الريسبترز فارغة لاستقبال الأستايلكولين، بالتالي المصل contraction راح يكون weak والمريض راح يشكي من الويكنس، راح يشكي من الفتيق التعب بسرعة بسبب هذه الأوتو أنتيبوديز. وهذه هي الأستايلكولين ريسبتر، وهذا هو الفولتج جيتد صوديوم شانل، ومجرد ارتباط الأستايلكولين على الريسبتر مالته
راح تنفتح الفولتج جيتد صوديوم شانل، من هنا كانت مغلقه هنا انفتحت ودخل الصوديوم تو ذا انسايد اوف ذا سيل، راح سوى لي سكيليتال مسل يعني اولا اكشن بوتنشال، واللي راح يترجم بواسطه سكيليتال مسل الى سكيليتال مسل. طبعا احنا اكو مثل ما شفنا انه there is a good or large similarity between neuromuscular junction and ordinary synapse، لكن اكو بعض الاختلافات او اكو بعض الامور اللي تتميز بيها neuromuscular junction. واحد من هذه الامور انه الموتور نيورون، هذا هو الموتور نيورون او الموتور نيرف فايبر. هذا الموتور نيرف فايبر كل واحد من الموتور نيرف فايبر will supply more than one muscle fiber. يعني يجين واحد موتور نيورون، الموتور نيورون راح يتقسم الى اكثر، يوصل الى الاكسون، الاكسون راح يتقسم الى اكثر من تيرمينال بتن، وكل تيرمينال بتن من هذني مثل ما نشوف راح يعطيني سبلاي الى more than one muscle fiber. لكن المسل فايبر واحد راح يستلم information from one motor neuron. يعني أنا عندي motor neuron أو motor nerve supply more than one muscle fiber، لكن المسل فايبر الواحد يستلم innervation أو يستلم information from one motor neuron. ما ممكن إنه one muscle fiber يستلم information from more than one motor neuron، بالتالي واحد يسوي له contraction والآخر يسوي inhibition there will be no muscle contraction. لا، motor neuron or motor nerve fiber supply more than one muscle fiber، لكن muscle fiber واحد يستلم innervation from one motor neuron or motor nerve fiber. okay. طبعا هاي التيرمينال باتنز وهاي المنطقه اللي يتقابلها بالساركولما نسميها موتور اند بليت. هاي الموتور بليت مثل ما قلنا اكثر من مره هي هايلي فولدد حتى توفر لي مساحه كبيره الى الاكشن للكونتاكت مع المصل وانتقال الاكشن بوتنشال الها. كذلك بمجرد وصول الاكشن بوتنشال الى الساركولما، الساركولما راح ينفتح وراح يؤدي راح يدخل الصوديوم، وبدخول الصوديوم راح ينتقل من بدخول الصوديوم راح ينتقل الاكشن بوتنشال تو ذا انسايد اوف ذا سيل ثرو سبيشلايزد تيوبس نسميها تي تيوبيول، واللي هي تي تيوبيول راح تنقل الاكشن بوتنشال من الساركولما الى الانسايد اوف ذا ميمبرين تو انيشيت مسل كونتراكشن، وان شاء الله راح ناخذها بالتفاصيل بالمحاضره القادمه. مصطلح اخر هو عندي الموتور يونت. الموتور يونت هو انه the number of fiber supplied by one motor neuron، هاي نسميها motor unit. طبعا هاي الموتور يونت تعريف مالتها مهم جدا، لازم نعرف انه كل spinal cord segment مثلا cervical segment C5 cervical segment C6 هي supply group of muscle fibers، وهذه النيرف فايبر والجروب اللي supplied by it راح نسميه motor unit. اوكي، كل cervical segment، كل segment of the spinal cord cervical thoracic lumbar راح تكون supply group of muscle fiber، وهذه راح نسميها the motor unit. طبعا هاي الموتور يونت مهمة جدا بالexamination of the nervous system. احنا اذا اجينا ولقينا فد weakness of certain muscle or weakness of certain area of the limb راح نعزوها وراح نربطها طبعا مع الموتور يونت اللي يتغذيها، وراح نحصل the exact myotomal distribution، وراح نعرف ممكن انه يكون السبب disease in this motor unit. مثلا مثل ما نعرف انه cervical unit fifth cervical segment اللي هي C5 نسميها هي supply the deltoid muscle and the biceps muscle مع muscles of the shoulder اللي يسوي لي elevation abduction of the hand. إذا يصير عندي weakness of the abduction of the hand weakness of the flexion of the elbow joint، هذين الحركتين اثنين هن supplied by the C5، فإذا weakness in both of these movements ممكن نعزوها إلى disease of the C5 segment. هاي مهم جدا، لازم نميز الموتور يونت. طبعا الموتور يونت ممكن يكون حسب النوع مالتها، ممكن موتور يونت supply large number of muscle fibers أو أكو موتور يونت supply little number of muscle fiber، وهذه حسب أهمية المصل
وحسب أهمية يعني أمور أخرى إن شاء الله نأخذها بالمحاضرات القادمة. أوكي؟ طبعا مثل ما نعرف عملية contraction of skeletal muscle راح تؤدي إلى استخدام كمية كبيرة جدا من الحرارة. هذا استخدام الحرارة واستخدام الـ ATP كمية، راح نحرق كمية كبيرة من الـ ATP راح نشوف بالأسبوع القادم. هاي الـ ATP مثل ما نعرف واحد من الأعراض الجانبية لاستخدامه هو heat، لذلك احنا من نركض أو نتحرك أو نسوي أعمال بدنية كثيرة راح نحس جسمنا راح يصير حار وراح نبدي نتعرق وكذا. هذا سببه أنه during muscle contraction راح نستخدم الـ ATP نحوله إلى ADP، وواحد من الـ products اللي تجيني من هاي العملية هو production of heat، والهيت من تولد بداخل الجسم راح يؤدي لي الى يعني heat increase in the heat sensation. كذلك هاي الفيتشر نستفاد من عدها في فصل الشتاء لما يكون الكولد وذر. دائما بالكولد وذر احنا اجسامنا راح تبدي ترتجف، نسميها shivering او بالعاميه نسميها تلزمنا الرجافه. هاي عمليه الارتجاف او shivering راح تؤدي الى contraction of skeletal muscle سببها، و this contraction of skeletal muscle راح تؤدين إلى use of ATP، الـ ATP راح يتحول إلى ADP وراح يؤدي إلى خروج الهيت، والهيت راح تفيدنا في تدفئة أجسامنا. At the same time الـ contraction مالتنا مالت المصل واستخدام الـ ATP راح يؤدي إلى حرق كمية من الجلوكوز، حرق الجلوكوز راح يؤدي إلى الجوع، لذلك إحنا في فصل الشتاء دائما نحس بالجوع أكثر مما نحسه في فصل الصيف. فهذه واحدة من العوامل المهمة بسبب زيادة استخدام الـ ATP في فصل الشتاء بسبب الـ shivering والـ cold. طبعاً العملية شون تؤدي الـ muscle fibers contraction of individual muscle fibers تؤدي إلى حركة، راح يعني هاي أو generation of force in the skeletal muscle، هاي تعتمد على عاملين، يا أما راح يصير increase contraction of more neighborhood muscle fiber، يعني أنا أحتاج في الحركة، ونفترض flexion of the elbow. هاي عملية flexion of the elbow ممكن تتم لنفترض ب contraction of 100 skeletal muscle fiber سوي flexion of the limb. لكن أنا إذا أريد أسوي flexion of the limb وشايل بيدي ثقل نفترض وزنه 5 كيلو، بهاي الحالة راح تحتاج أنا added force. هاي added force راح تجيني عن two types of summation. Either there is increase in the contraction of individual muscle fiber، مكان 100% راح يصير ألف، بالتالي راح يزيد الفورس، وإذا هذه ما كفت راح نصير نزيد ال frequency of contraction، يعني بمكان ما بالثانية الوحدة تتقلص المسل فايبر الواحد 2 or 3 times، راح نزيد ال contraction frequency of contraction نسميها frequency summation، راح نزيدها، ومكان الثانية نسويها مثلا 15 أو 20 مرة بالثانية الواحدة individual muscle fiber، فهذا نسميه frequency summation، راح نحصل على adequate muscle contraction. فيا أما نزيد frequency of muscle of individual fiber muscle fiber contraction نسميه frequency summation، أو نزيد number of contracting muscle fiber ونسميه multiple fiber summation. شكرا جزيلا.